غندير انا؟ مش انتحر، انا بغا يجي ريبو ريبو عليا. انا ما درتش ما شحال غنطير فوق غنشعل فيها راسي العافيه. حنا تنباتو هنا. الناس يجيبوا لنا الماكله، صحاب السفر اللي حنا هنا تجيبوا لنا المتعشى والفطور الغداء كلشي تيجيبوا لنا حتى لهنا. غادي يعطيونا ما لناش شي حل. ما يضيعونا شي ديالنا يعطيو لينا ما بغينا والو حنايا. اش لا ضيعوا ما بداوش معايا شي حل غنشعل فراسي العافيه ولا غنمسح. هاد ما درتش غنوكلوا هذا. وباه عيان الله ما كيخرج بالله. إيه ما عندكش مشتركه باش تردوا لا 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 تمشي البيت مش كنخلي الدوش كنعرفوا. شوما هادشي اللي داروا لينا 4 شهور حنايا سادين ملي جينا بغينا نترسخوا قالك ما تحلوش ودابا انا راجلي جالس وعندي 4 نفوس شكون يوكلهم ليا؟ واش دير 4 شهور حنا داخلين بخمس شهور علاش؟ ايوا راه قالك الكورونا الكورونا اسما سدينا من جينا بغينا نحلوا قالك ما كاين الحلال وشنو بغيتي دير؟ شي تقتلوا دير شي حاجه؟ ما عندنا ما نديرو شنو ناكلوا؟ ناكلوا الحجر ولا ناكلوا بشر؟ لا ناكلوا واقيلا ناكل ولدي حسن حنا بغينا الباب يتحل وتعاونونا حنا عايشين ضعافة حنا عايشين بهاد الحوانت باش كنعاونو روسنا مع وليداتي وانا كنطيب لهم الغدا هنايا نوكلهم معايا كاين الناس اللي خلاو الحوانت ديالهم سمحوا فيهم محلولين بهذيك الدوخه ومشوا بحالاتهم علاش كيبكيو علاش لانهم كانوا عندنا واحد الامال باش غادي نحلوا ربما اليوم فهمتي لان احنا كنا في المنطقه ديال جوج كنا في اطار الحجر الصحي الحجر الصحي ساله بقى دابا حاله الطوارئ ماشي مشكل ولكن الحمد لله هو قال لك ودي جوطيه ما مفوهاش ربما مفوه الحمد لله كاين الناس فينا خدموا كاين وقدمنا ليه حتى واحد الوثيقه هاي هزه معايا باش يعني باش يقراها فهمتي وربما حنا كنتحملوا المسؤوليه ديال داك الشيء حنا قادين نديروا ننظموا راسنا بداك الشيء ونديروا التاطير نديروا كذا الناس باش تبعوا المسائل كاين اللي باش الناس تخدم في خاطرها راسي انا كيتساني مليون ونص ديال الضو مليون ونص ديال الضو عيان فينا هنا عيان فينا كيتسالوا 140000 عيان 140 ما كاينش شي غنمشوا راسي شايف هاد الزغطيه حياتنا كلنا دوزنا هنا غير معنا شي حل دون البازيل ما هي حالة هادي ما كنضلوا هنا كنموتوا صاحبي راه حكرا هادي يا صاحبي بهذا السوق الله يلاح حكرا بهذا السوق عطونا البديل ومرحبا ما عندنا فين نمشيو راه كاين اللي عنده 7 اولاد كاين اللي عنده 8 كاين اللي هجاله كاين كل واش مسكين حتى واحد معاه البي لله اللي عنده اليتامى كاين دوك الطلاب عايشين في هذا السوق اي واحد داك اللي كيدور عاش مقري عايش في هذا السوق مشاش حشاكم راه عايشين في هذا السوق هذا المارشي ديالنا من 2006 توقع امام سيدنا الله ينصرو تم الاجراءات ديالو في هذا المارشي هذا قدام محرج داني في 2006 وعندنا الجريده اللي كنشوفوا فيها بانه راه موقع قدام سيدنا كان من الاولويات السيد العام اللي كان عندنا سابق يعني دار واحد المجهود كبير وجد البلان وجد كذا وجد كذا ولكن مع الاسف مشى وبقى الامور هي هذيك وبقينا كنطيحوا نوضوا على هذا المارشي وكتبنا جميع الجهات المعنيه رسالة السيد العام والسيد الوالي والسيد الديوان الملكي ووزير الداخلية كتبنا لجميع الرسائل ولكن هذا السيد العام اللي كان حاليا دابا بعد ما توصل بالرسالة ديالنا وذكرنا بأنه هذا المارشي اللي راه الأمور ديال الأرض اللي كان كيقولوا لنا بأنه الأرض راه كانت محسوبة على الرباط دابا راه توقعات بأنه غترجع لمدينة تمارة ملي كترجع لمدينة تمارة قلنا بأنه هذا المارشي دابا راه غادي يتصفى الأمور ديالو باش ما يبقاش هذا البني العشوائي وهذا البرارك وهذا وغادي يرجع ياخذ الطريق ديالو اللي هي معقوله والمارشي اللي يكون في مدينه تماره اللي كيعطي واحد الصيغه لجميع المدن باش يكون عندنا حنا المارشي ديالنا مزيان نقي ما فيه طوبه ما فيه زبل الناس عايشين واحد العشاء اللي ما يجيش حنا اصلا سدوا لينا على السلعه انا كانت عندي فايوس ديال السلعه هنا وسدوا لي عليها جاي حتى شي دمني ديال السلعه الا مشيت دابا للكورنا الناس كتسال فيه السلعه ما بقاش نمشي للكورنا غنمشي نجيب السلعه اللي من غنجيبها ها الزوطي هي سدنا اللي كانت قاوتو منو عايشين حنا دراوش وعايشين مع الدراوش هاد الزوطيه انا عندي الوالد ديال العيان خاصو 1200 درهم في الشهر مني غنجيبها له عاد زيد المعيشه اليومي ولينا حوايجنا باغي نهزو نديهم بهم صرف على خوتو على كلشي حنا 4 شهور حنا احترمنا الحجر وسدينا ودابا حنا 4 شهور هادي وحنا حال وحنا حادك سادين
شنو غناكلو حنا وليداتنا، راه لما دخلناش ذاك القوم في النهار راه ما عندنا والو. ودابا حنا راه خدامين، عندنا التزامات، عندنا شي مسلفين شي ديال الجمعيات، عندنا الضو ديالنا كيتسال، شنو نديرو؟ لا ما عندنا لا باش نكري ولا باش نخرجوا ولا والو، ما عندنا فين نمشيو. انا عندي السلعه خاسره ليا كلشي، العطريه وكيتساني مولاها 3 مليون، بغيت نحل حتى تشوف هي دوز نحل تشوف، وربع شهور حنا محالين ودرهم ما كنبيعوه في النهار، درهم ما كنبيعوا، الناس كلشي كتبكي والله الا البارح الناس كلشي خارجه كتبكي، كلشي كلشي الناس كتبكي، ما عندناش، والناس خلاو الحوان ديالهم محلولين وخرجوا زادوا بحالهم. حنا بغينا يديروا معنا شي حل اللي يحلوا لنا البيبان نبيعوا ونشرو، ما عندنا والو، ما نبيعوا ما نشرو، حنا قاعدين وخاصنا البديل. اذا يديروا معنا الحوار، يريحوا معنا الارض، يقعدوا معنا، ماشي يسدوا علينا البيبان، ماشي حنا في الحبس. ثلاثين عام وحنا خدامين فيها، ودابا راه تأزمنا، راه ما خدامين ما والو، عندنا 7 الوليدات وعندنا اليتامى، وهادي 30 عام وحنا تنسرحوا ليها القوادز والخنز، وكاينين عايشين مع الحباب في هاد الزوطية، وراه ما عندناش اللي عندنا غير الله، راه ما عندناش اللي تيوقف معانا، ومعطوب الصحة ديالي، وما خدام ما ردام، وعندي 7 الوليدات يتامى خوتي، وحنا الزوطية 36 سنة، وحنا خدامين فيها. وعايشين مع هاد الناس تاع الزوطية. دابا الكليان اللي غادي يجي لعندك باش غادي يحسن الزوطية مسدودة، ماشي تخش عندك، وحنا 4 شهور وحنا سادين والو، عندي 2 وليدات وعندي الوالدة، وراه الله يدير شي تاول ديال الخير، راه بلا نمر 4 شهور هو مريح، وزاد ملي يجي عاوتاني يبغي يخدم الكليان ما غاديش يدخل عندك، ما تخدم ما والو، هاد الناس هادو راه كلهم اللي تشوف فيهم راه كلهم مضرورين، وانا هاد الجوطية هادي راه كبرت فيها، حليت فيها عائلية، باقا امي تجيبني انا مركبة عند الوالد ديالي، والوالد ديالي مات الله يرحمه، ودابا انا خدام في الحانوت ديال الوالد، وراه ما عندنا حتى شي حاجة اللي غادي نمشيو حنا اللي زعما غنمشيو نجيبو من ناكلو ولا شي حاجة، هادي هي اللي البلاصة هي اللي حلينا فيها عينينا، هاد البلاصة هي اللي تنعرفوها. حنا اللي تبنات علينا الجوطية، وهذا هو العاصر في القياد هنا، باش حنا هنايا ودوزنا شي من هنا، وهازين منا دوي، وهازين منا وليدات، وهازين منا كل شيء، وكانوا عايشين في المسيشات، عايشين في كلاب عشاك، عايش فيها كل شيء، كل شيء عايش، وها هو حتى واحد ما بقى، مالنا فين غنمشي؟ نبيعوا بعجل، نبيعوا بخروف، نبيعوا بحاولي، والو جود الله. خاص عطيه السلعه، وها هي في الميكا، كل من تقديتها في شعبان هاي كل شيء خسرت، راه الله لي عالم، وراه حنا بينا نترزقوا الله على وليداتنا وعلى صحتنا، وها على صحتنا كاع، بغيناها ما ناكلو حنايا، واش نشرو الدواء ديال القلب، ديال السكر، ديال المرض، ربي لي عالم علينا، والله إلا اليوم ما بين نشريه، وهاني قعدت عليه وني جيت الحانوت. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.